رحمة الله سحاب صبت، رحمة الله نسيم هبت، رحمة الله الوالدة ربت، رحمة الله معاني لبت. الحسد والحقد يسكن جوا في القلب السقيم، والأناني دوام بعاني من مشاعر الحب عديد. نفحة الرحمة الزكية تنفح النفس النقية، نفحة الرحمة الزكية تنفح النفس النقية، وتسعد القلب السليم بالتراحم والتسامح، النفوس تحصد مرادا والمودة البنة تكبر، والبيوت تزهر سعادة، بسمة في وش الصباح، كلمة مليانة انشراح، رحمة تملأ الكون سماح، وكله في الميزان عبادة، رحمة تملأ الكون سماح، وكله في الميزان عبادة. حسام حسام، اصحى يا ولد، اصحى اصحى يا ولد، اصحى. ايوه بسم الله، اصحى يلا. حسام اصحى يا ولد، يلا اصحى يا ولد، اصحى يا امي. أي. لا سكر لا شاي. خلاص يا حسام يا ولدي، اجري الدكان جيب لنا سكر بثلاثة جنيه وظرف بتاع شاي. يا امي قروش ما في، علبه القروش فاضيه. ليه في شنو؟ ما جبنا بها امبارح الشعيريه. خلاص امشي اديني توبي. يا امي حتمشي الدكان انتي؟ اي. وحسام بيعمل في شنو؟ حسام يا ود يلا قوم. ايوه داير شنو يا ولد؟ داير لنا سكر بثلاثة جنيه. وداير لنا شاي بألفين. القروش. أمي قالت تديك لنا بعد الفطور. أمك؟ يلا أمشي. أمي قالت. أبي يديك مش كذي؟ آسفة. أنا أصلاً مفترض كان ما أرسلك أنت عشان أزيل لك. كان أنا أمشي برقبتي. عشان أنا يضمن يتعود عليك الكفوف. لا لا يا امي ما تمشي انت، نادي حق زينب بالحيطه، خليها تدينا حبه سكر وحبه قطحه شاي. يا بنتي ناس الحيل هذي كله نجدناهن، البهارات الشاي شيء معقول؟ امشي جيب لي التوب بتاعتها خلينا نمرك. امشي. انت بتمشي الشبعه قدامي وانا واقفه لك طول في عرض، وانت عامل فيها ما شايفني؟ ها؟ انتوا المسكين ده اللي عتر لكم حتى تشوفوا؟ الدين ممنوع. وش لنا الدين يا يابا؟ يعني الخمس سنة دي؟ كثير زيك بيجي يشيل ويفوت ويزوغ كمان. بعدين اسمع، السكر ده انا قاعد اغرفه من البحر، ما بشتريه بالقروش. ما مشى تقفل عند دكانك. بعدين الشفع ولاد مسافر. الله اللي بيسمع مسافر دي يقول مسافر الخليج، مسافر الآخرة. الله بيخيره، أبوهم مات والله يديهم خيره. أمشي ديوان الزكاة. أمشي ديوان الزكاة عشان ظريف بتاع الشاي وحبيب السكر. يا صفية أقدرك على جيبك يقدرك على خشمك. ما خشمي ده أهدى أحسن. حسام حسام. ايوه تعال
تعال شيل الفول ده امشي بيعه. اشيل شنو؟ شيل الفول ده امشي بيعه. انا ما بقدر بضيع يومي كله في 3 جنيه. شنو؟ عين خدته تحت الشجرة انا بجي احرسه. امي هل ليلة ما في فطور؟ ما في. هل ليلة موت من الجوع يعني؟ انت هسه شايفني انا قاعدة اكل بيدين الاثنين؟ ما انا جعانة زيك يا ولدي. اهين امشي قول لامك ما في قروش ما في عيش. يلا احلام. اهلا اهلا يا احلام. الدكان قدامي، طلباتك اللي عايزاها كلها شيليها. يا الله انا صليت صلاة الحاجة وانا محتاجة يا ربي، يا رب اليتامى والعشامة، عشامي في كثير وكبير يا ربي. يا ربي تمسك عيون أولادي من جيوب الناس وتساعدني في رباية أولادي، وتمسك بطون من الجوع يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم. أسترنا بالتوبة العافية يا الله. يا الله أنا خدامتك صفية ولدتهم يا الله، وانت عليك الرزق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. والله انا مره صالحه، انا دحيت الله هسه وربنا استجاب لي دعائي. يا امي انت مره صالحه. يا بنتي قتلتي منه؟ ما قتلت اي زول، مشيت الدكان لحاج الزاكي بس قال لي شيل الدايره. حاج الزاكي حقنا ده ولا حاج الزاكي ده حاج تاني؟ حاج الزاكي ذاتي يمه. اكيد واحد فينا احنا الثلاثه مجنون. يا انا اللي بصدق عيوني وبسمع بيضني ديله. والله العظيم يمه حاج الزاكي ذاته. يا امي انت بقيت تخاطفي وتسرقي يا بنت في شنو؟ يا امي حاج الزاكي يمه. خلاص حاجة الزاكي ده جنة. لو مو مصدقاني امشي اساليه، حتى ولا سجله في الدفتر، وقال لي متى ما تجيبيه اجيبيه. لا 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 اكيد حاجة الزاكي ده جنة. اقول لك حاجة بمشي ليه بعرف الحاصل شنو. جيب الحاجات دي هنا. انت واقف هنا داي شنو؟ الواد وقع من الحيطة وكسر كراعه يا حاجة الزاكي. وخلاه يطلع على الحيطة منه. أنا إحنا هسه دارين نزعفه ونوديه المستشفى. تزعفه؟ حسي أنت جاييني أنا. ليه؟ أنا مستشفى ولا دكتور؟ لا أنا إحنا بس دارين لنا ده 100 جنيه. 100 جنيه؟ حسي كان أنا عندي قروش من هنا للنجم الفوق ذاك، بديك منهم جنيه. الناس بالناس يا حاج زاكي. الناس بالناس؟ لكن البيع والشراء بالقروش. والله يا حاج نرجعه لك. والمستشفى دي ما فيها ناس، الدكاترة ما ناس، مش بيعالجوا بالقروش. هسه يا حاج دارت الدين ولا لا؟ هوي يلا امشي يلا. ناس بالناس قال. اوه صفية التغية الشافعي انت ما بتعرفه؟ بتشابهه. ما بتقدري تفرزي ده من ده. الحاجات اللي جاي شريته منك احلام بنتي سجلتهم؟ داير اقول شنو يا صفي؟ اي انت عثمان عم الاولاد قاعد في البلد؟ اي داير منه شنو؟ لا سالت منه ساكت. داير عافيته وعافيتك. داير منه شنو؟ ما بتفهمي؟ أنا ما داير البيت. بيت منو؟ بيتك. يا تو بيت؟ اللي كان بيت انت. أحلام بيتي أنا داير حاجة زاكي؟ أيوة جو طلبة مني. وأنت قلت لي شنو؟ قلت لي عندي شورة كان تمت خلاص. شورة؟ كده خلاها الشورة دي. أنت رأيك شنو؟ بيع البصل بما حصل. بصل؟ احلام بنتي انا بصل؟ انت بنتك دي دايره تربيها وتبيعها بالكيلو؟ ده كلام شنو يا عثمان؟
بيت يتقدم لها راجل وعليه الركب. راجل ما عنده نخوة. النخوة تطير. اللي عنده النخوة عمل شنو؟ حاج الزاك ده أكبر من جدها. والله المهم أنا وريتك وعملت العملي. حاج الزاكي فلحت شنو في الدنيا غير عشته الكتير. الوحدة من تلت يفكها ويشوف غيرها. مطلق 13 بيت. والله بنتك كان بقت ال 14 راوية أخر لها من قعد ساكت. أمشي لحاج الزاكي ده وقول له صفية قالت لك لا. قالت لا؟ لا عديل كدي؟ لكن والله أنا ما أخليها. أنت عمها الولية تمشي كلامها عليك؟ البيت قاعدة مع أمها. أمها كان قالت لما الولية رقبتها. المهم ده كلام غايته. البيت أنا بديها بيت براها وبسجل لها مزرعة باسمها. وبعدين أنت ذاتك بسجل لك مزرعة والبيت انقبلت وبقينا نحن نسايب بسجل لك مزرعة. عارفك عدمان عدمان ما عندك التكتح. برقعك بمزرعة وبرفعك من الطين العايش فوقه ده وببقيك زول. كده أقول لك حاجة، أنا أمشي أرجع يعني أشاورة تاني. وصفية كما وافقت ما تعقد لها أنت عمها؟ أنت وليها ولا أمها؟ يا زلمة أقول لك حاجة، أنا برجع ليهم تاني وليك راجع. سامح؟ سامح؟ ودعتك الله. ودعناك الله والرسول. سلامة. يا بنتي الدرب الماشين ده طويل وصعب وشين ومضلم. أي يا أمي ماشين غصب ما حسنا صابرين على العطش والجوع والشيل التقيل. فشنا يا أمي ياسي كان فاير فيك دم الشباب ما ترخص روحك وتزلينا معاك. الكلام ده لزوم شنو يا أمي؟ حاج الزاكي بكبره وشيبته ما فكر فيك إلا أنت أحلام يا بنتي. أنا؟ كان ما فتحت له قلبك ما فتح لك دكانه. أنا قاعد أمشي الدكان أشيل الحاجات بس وهو ما قاعد يقبلي. خلاص إذا عرف السبب بطل العجب. يا بنتي خلاص يا زاكي سريت حبالك ازاي عرق الحنضل دي؟ ايدك طويلة لكن ما لاحقة. امتع بيها رقبتي فوق الاول والباقي ملحوق. متع روحك لكن ما تلوي ايد الغير وما تتشابه للماهيلك. القروش بتجيب الهوى بقرونه. قرشين فايتو لو ما نجد ملهوف وسند جايع. ها؟ أبعزقة؟ أبعزقة ساكت في الهواء؟ لا ما تبعزقة. أدي المساكين أمسح بيها دموع طفلة أستر بيها عورة مسكين بدل ما تدور بيها في الدنيا اللي ما عندها حدي وفي النهاية تروح وتخليها. منجد الشافع في الحر ما بتخافي حق اليتيم يا صفية؟ المعايش جبارة.
العبد في التفكير والله في التدبير. زول وقت يرفس نعمته طرعتش كلامك دي لما عليك. انا خايف على اولاد اخوي وداير مصلحته. ده كلام حاجة الزاكي. دفع لك كم؟ كراك بكم؟ يا وليتي مودره في عقلك ده؟ انا البكريني اللي ومال له امه والدته خايف على اولاد اخوي. اولاد اخوك لمهم ما زمون كده. انا دي لا احلام. انا احلام دي لا بنادي عليك ولا حاجه ولا بخليك تشوفها. يا ولي احسن لك ما تلاويني. ما بخليك ناديها احلام. يا بنت داير باش نحلم دي تا احلام. يعني ضحي كده ضحي. خش جوا. اسمك احلام انت؟ لا ماشي. وين؟ مش غطك شغل. ارجع ارجع يا معقل الناقص. لا ولا اي ولا لا. خلاص دخلت في الما بقدر عليه. الجيعان ما بيرجي المراح والتعبان ما بيرجي الفراش. دارين ياكلوني قروط. والراي؟ الراي لا. لا لشنو؟ لا لانه حاجة زاكي على الراس وطلاق. خليني من حاجة زاكي على الراس وطلاق وطلاق وعلى الراس. انتي انت رايك شنو؟ رايي انه انا لا، لانه بنتي صغيره وما عارفه مصلحتها، عشان كده بقول لا ولا ولا. بس لا دي تمنى غالي. لا 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 لا. قولت لا بمسك سبحه وتبقى لي عصا. لا يا عثمان لا لا لا. الموضوع ترشق يا حاجة زاكي. صفية قالت لا. لا لا دي لي أنا. أنا بيقولوا لي لا. أنا الزاكي ما في زول بيقول لي لا. قال أنا سيطان دنا. قلت لك أنا الزاكي ما في زول بيقول لي لا. ودق صدره شيطان وقدره. بيت منوه؟ بيت منوه؟ بيت العز والمهلة ولا بيت المصهرين البيوت؟ دي ما طالع من جحر من بيوت الجوع. لكن أنا بعرف أجيبك. بتدور تملك الخيل وتنزل الشمس نص ليل. أنا واقع من الطابق السابع سبع مرات وبعرف أتلب وين. بس ما تنسى ما كل مرة بتسلم الجرة. أسأل مجرب أسألني أنا قول لي الحوت قرقان وين. ها زاكي الحوت غرقان وين؟ دي أسرار أسرار ما بعرفوها الصغار. بس ما تنسى البحر بيشيل عوامه. تفضل. بارك الله. انت معاي ولا مع عمك؟ خلصة ولا بكمة؟ أنا سألتك أنت معاي ولا مع عمك؟ بكرة عمك ده بيجي يسوقك زي البقرة اللي ودينا للسرخانة. يا بنت أنا سألتك أنت كان معاي؟ أنا والله مستعدة أموت عشانك. إن بقيتي مع عمك ما بقى لك شوكة حوت تتعرض في حلقك. يا
اها وانتي مع منو؟ خايفه. خايفه؟ خايفه منو؟ ما خوف واحد، خوفين. من شنو؟ خايفه من بيتنا الساكن فيه وجوع، وخايفه من بيت حاج زاكي، خايفه ادخل وما اعرف اقعد، وما اعرف اطلع بيه وين، وخايفه اكتر على امي هل بتقعد تقوم وفارش الهم ويساعده وانا بتفرج عليها. بس انت حتعملي شنو؟ نشتري السترة بالموافقة ونجدع الطوبة في حلق الهم والخوف والجوع. اسمع يا بنتي، دار اقول لك نصيحة غيرة. هل بيشتريك بقرش ببيعك بتعريفة. عارفك مسخن، امسك دي وبعد ما نبقى نسابة صحلنا واحد جبنا واحد. يا زول اقول لك حاجة، الجمعة انا بعقد لك على بركة الله. هكا حسام يا ولدي، امشي الدكان جيب لنا شاي وسكر. امشي من دكان حاج زاكي. حاج زاكي لو بقى اخر دكان في الدنيا ما تجيب لنا منه حاجه. والله يا امي بقى طيب، كل ما يلاقيني بيديني قروش وبيع وسمح. يود اسكت ساكت، انت ما عارف اي حاجه في الدنيا دي. اسكت ساي. صفيه، العقد يوم الجمعه، كلم البنيه وعقليها. بتكون جوا. لام. اهلا يا عمي. شنو ما فرحانه؟ افرح بشنو؟ امك ملت ليك راسك. امي هي امي. عايزين نعقد لك يوم الجمعه، قولك شنو؟ لا لا، وقولت لي بمسك سبحه وتبقى لي عصا. عشان شنو؟ كان خايفه من امك. امي خليها تكورك وتسكت، نحن بنعقد لك. لا 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 لا. شنو؟ دمي ولا دموع امي. رحمة الله سحاب صبت، رحمة الله نسيم هبت، رحمة الله الوالدة ربت، رحمة الله معاني لبت. الحسد والحقد يسكن جوا في القلب السقيم، والأناني دوام بيعاني من مشاعر الحب عديم. نفحة الرحمة الزكية تنفح النفس النقية، نفحة الرحمة الزكية تنفح النفس النقية وتسعد القلب السليم.